نيل او تي في، صباح الخير لكل المشاهدين في هذه الحلقة الجديدة من حوار اليوم، ويسرني أن أستضيفها النائب السابق مصباح الأحدب. صباح الخير وأهلا وسهلا فيك عبر هوا الأو تي في. يا أهلا وسهلا فيك، صباح الخير لك ولكل المشاهدين. يا أهلا وسهلا. سنبدأ للأرمن طبعا، كل عام وأنتم بخير. شكرا بسنوند ان شاء الله يا رب، ميلاد بيكون مجيد على الجميع، وما بيحمل الا كل هالخير لهالبلد لبنان. بدي ابدا استاذ مصباح في كثير ملفات من الداخل اللبناني وبحكم وبطبيعه الحال الى الشمال اللبناني. بدي بلش بالجنوب، جبهه الجنوب المفتوحه ما بعرف على كل الاحتمالات، شفنا تصعيد كبير من اغتيال العروري ورد حزب الله امبارح بشكل الاولي. نحن رايحين الى تصعيد في هذه الجبهه، قراءتك لهذه المرحله المقبله؟ يعني انا اللي سمعته بخطاب سيد حسن نصر الله هذيك اليوم عم بيحكي بال 1701، يعني ما عادت القصه بدنا نحرر القدس، صارت القصه كيف بدنا نسترد. عم بيقول في فرصه حقيقيه لاسترداد اراضي لبنانيه، هذا شيء بيطمن. صح، ولكن بنفس الوقت انا شايف انه في تصعيد، يعني اليوم في تراجعات عديده انعملت، كل الخطوط الحمر اللي كانوا حاطينها حزب الله تراجعوا عنا، ولكن بنفس الوقت التصعيد قائم. يعني في عندك الإسرائيلية بدون يطمنوا المستوطنين أنه بيقدروا يرجعوا على المستوطنات بشمال إسرائيل، وفي عندك بالمقابل البيئة تبع حزب الله بدها تطمن أنه بالآخر هن عندهم المقدرة يوصلوا بعد حيفا إلى آخره. هذا كله بيخلص بوقف إطلاق نار وبتسوية. هلأ عم نشوف كتير مفادين جايين، يعني في مفاوضات سياسية قائمة. قبل حركة المفادين، شو هي القصص حتى حزب الله ويبدو تنازل عليها؟ لأنه في بعض فرقاء بيقولوا لك لا، إسرائيل هي من تنازلت، من خسرت بعملية 7 أكتوبر، وبالتالي تسعى فقط إلى القتل والتدمير. لا، ليك تقلك شغلة، يعني في عدة مواقف أخذها السيد حسن نصر، لكن في فيديوهات عم تتوزع مؤخرا أنه إذا بيضربوا بقلب بيروت هيدا خط أحمر. أول شيء كان خط أحمر إذا بيفوتوا على غزة بريا، يعني سمعنا كتير من الخطوط الحمر. بس هلأ اللي عم بيصير اللي بيسموه الصبر الاستراتيجي الإيراني، فعم بيطولوا بالهم، عم بياكلوا خبطات، بس ما بدهم يفوتوا بمواجهه تضلوا اقوياء. بس امبارح صار في يعني رد اولي، ورد ليس بالامر السهل، يعني تم قصف موقع استخبارات اسرائيلي من اهم المواقع ويكاد يكون الوحيد. يعني منهم ساكتين، او انه حزب الله ساكت ومش عم يعمل شيء، وبعده يقال انه فعلا عم بيحاول قدر الامكان حزب الله أن يتصرف بعقلانية، بتوافق هذا المقولة؟ يا ستي أنا بعتبر أنه العقلانية يا ريت من الأول كنا نحن ماشيين فيها لحتى ما نوصل للي وصلنا له. يعني العقلانية اليوم يحافظ واحد على لبنان يلي منعرفه. هلأ اليوم يلي عم بيصير أنه حزب الله هو يلي داير البلد كله سوا، هو الوحيد اللي عم بيفاوض كل الجهات اللي بتجي. يعني اليوم الأمريكان بده يحكوا مع حزب الله بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، عم تشوف هوكشتاين لما عم بيجي، نفس الشيء الأوروبية، الكل، والحكومة اللبنانية كناية عن ناس يعني عم بيقولوها علنا. لما بيطلع الرئيس مياتي بيقول لك مش قادر يعمل، قالها انه ايه قالها، شو انت بكوراساو او بزنزبار ولا ما بعرف وين، انه بالاخر ما هو. ووزاره الخارجيه مع اللبنانيه ورئاسه الحكومه اللبنانيه كنايه عن شكليات، بس عمليا المفاوضات عم تكون مع الحزب. طيب، بس بقلب الحكومات استاذ مصباح ما في تشريع بقلب البيانات الوزاريه لمعادلة الجيش والشعب والمقاومة وحق المقاومة بالدفاع؟ يعني هذه كل الحكومات شرعتها وكل البيانات الوزارية. هيدا اللي أنا كنت عندي اعتراض عليه مرارا وتكرارا. يعني أساسا بال 2009 ربحوا الانتخابات وسلموا السلطة لحزب الله، عطوه الثلث المعطل اللي منه موجود بالدستور اللبناني. الثلث المعطل يعني بيعطل السلطة وقتها بده، ففاتوا معهم بتنازلات كثيرة الجميع، يعني ما بس التيار الوطني الحر، التيار الوطني الحر و14 إدار. نعم. فاتوا بتنازلات عديدة وصلت لمرحلة صرنا نحن بلا ما نكون خاضعين لدستور وقواعد لعبة منصوصة عمليا، صرنا نحن خاضعين لأعراف جديدة وضعت من وراء تنازلات ومفاوضات سياسية. يعني طب ما بتعتبر 7 أكتوبر عمل بطولة؟ بلا،
تصفه بالعمل البطولي. انا بقلك شغله يعني انا ماني من محبزي اي تطرف، ولكن اللي عملوه عمل بطولي، يعني رجعت انحطت القضيه الفلسطينيه على الطاوله، فبحين كانت محطوطه خارجا. ولكن طبعا الواحد ما بيقدر ما ينقهر لما بيشوف الضحايا المدنيه اللي عم بتروح، يعني اللي عملوا كل هالتونيلات تحت الارض، يا ريت عملوا لهم شي ملعب فوتبول تحت الارض يحطوا فيه الناس كمان، لما يصير فيه هالضغط اللي عم بيصير اليوم بغزه عم بيكملوا عليهم، يعني انه ما بقى في مستشفيات، ما بقى في حتى الطرقات عم بيفلحوها، يعني عم بتصير غزه ارض غير قابله للعيش بالمرحله المقبله. وبعد ما يخلصوا من غزة أكيد بدون يحلوا الوضع بجنوب عنا، يعني 20,000 شهيد منه أكثر، يعني صاروا أكثر، بس إنه مش حلو نحكي رقم شهداء صراحة، بس إنه العدد الحجم الخسائر البشرية هائل. غزة فيك تقول دمرت، طيب عمل بطولي، ولكن السؤال بيطرح نفسه ماذا أنتج هذا العمل حتى اللحظة؟ شتي العمل البطولي ما بس هو اللي صار بسبعة، يعني العمل البطولي إن لحديت هلأ إسرائيل ما قدرت تفوت تاخد المخطوفين، لحد هلأ إسرائيل ما قدرت تنهي حماس مثل ما كانت حاطة، يعني كل النقاط اللي كانت حطتها إسرائيل كهدف ما حققتها، بس رمدت يعني نوعا ما ترمدت غزة، يعني ترمدت غزة. وطبعا هيدا الشيء اللي كنت عم قلك المؤسف واللي منه مقبول، ولكن هيدا طبعا برضا من المجتمع الدولي اللي ما عم بيتحرك، من دول مثل الولايات المتحدة اللي بتحط فيتو مع الأسف لوقف إطلاق نار بمجلس الأمن. ف يعني هيدا الشيء غير مطمئن، ولكن عم نحكي بالدينامية السياسية عامة انه تغيرت الاوضاع. هلا الكل عم بيحكي بحل الدولتين، ما اذا هي بتزبط ولا ما بتزبط، بعدها قابلة برأيك للتنفيذ هذا الحل اللي يقال انه هو الحل الوحيد بالوقت اللي عم نسمع سيناريوهات غير حل الدولتين؟ لما خلصت الحرب بين الفرنسوية والجزائر 1,000,000 ترك وراحوا. يعني اليوم المشكلة بيقولوا لك غير قابلة لأنه في مستوطنين. إذا بالفعل بده يكون في حل الدولتين لازم يطلبوا من المستوطنين ينسحبوا حتى يصير في مجال للاستمرار. على كل حال هيدي صارت على الطاولة للنقاش. نعم. من قبل 7 أكتوبر ما كانت على الطاولة وما كانت للنقاش. طيب اليوم صار اغتيال كبير اللي هو بعقر دار الضاحية الجنوبية، اغتيال صالح العروري، يحق لحزب الله أن يرد له؟ هيدي من الخطوط الحمر اللي كان حطتها حزب الله، ولكن قلت لك يعني اليوم هن بنوا قوة بمرحلة محددة طبعا بشعارات معروفة، يعني من نروح على القدس ونصلي بالقدس وإلى آخره ونحرر فلسطين. هلا اليوم عم بيتلقوا ضربات بلا ما يعملوا ردات فعل مأزية، يعني طبعا له حق يرد، يعني هذه حرب وقائمة، هن عم بيقولوا حرب بس وقائمة. ليش عم بتقول انه دائما عم يتلقوا الضربات بلا ما يكون في ردات فعل مأزية؟ في ردات بس إيه؟ الردات مضبوطة، يعني قواعد الاشتباك كبرت كبروها. هلا بعدين اليوم صاروا بلا ما يكونوا على اطراف المدن جوات المدن، بس نحن قلنا شهر، يعني كل اهلنا بالجنوب تركوا. ليه؟ لانه في ضرب مستمر وقواعد الاشتباك ما عادت مضبوطه. بالاول كانوا يضربوا بضاحيه الضيعه الفلانيه انه تكون محصوره، امبارح وصلت لكوثريه السياد مثل ما بين نبطيه وصيدا. طيب بس اليوم حزب الله في خطاب لامين عام حزب الله، يمكن الخطاب الثاني له من بعد ما 7 أكتوبر، بيقول فيه أنه البعض بينتقد أنه شو عمل حزب الله وكيف ما عم يتدخل بالوقت اللي هو بيقول لا حزب الله يعني جنب كتير على غزة بفتح هذه الجبهة المساندة. توافق هذا الأمر أنه لو ما حزب الله فعلا تصرف هيك على جبهة الجنوب لكان الحجم أكبر بكتير بغزة مما نراه اليوم؟ لا أوافق هذا الطرح، لأنه أكثر من هيك شو بدهم يعملوا؟ عم يقول لك فلحوا الطرقات بغزة، وبعدين يعني ما انه والله الاسرائيلي عم بيضطروا يبعثوا قوى حتى تقاتل محل تاني كانوا بحاجه لها هنيك، لا مكملين ومبكلين كل امكاناتهم العسكريه وماشيين يعني بطريقه ممنهجه تدمير شامل لقطاع باكمله. طيب ليه الخوف كله الاسرائيلي استاذ مصباح من انه لا اوعى تنفتح جبهة الجنوب اكثر، اوعى التصعيد؟ يلي ما بدهم تصعيد هن الامريكان والاوروبيه،
إذا ما بدهم تصعيد بتكفي الحرب؟ مكمل الحرب لأنه الإسرائيلية على الأرض والإسرائيليين مدللين، يعني بيقدروا يعملوا اللي بدهم. من مين مدللين؟ مش من أمريكا؟ مدللين من الأمريكان بلا، ولكن هن اللي لاقطين السلطة بقلب أمريكا يعني اليوم. كيدون أردون اليوم الصراع إيراني أمريكاني؟ صراع إيراني أمريكاني، ولكن في كمان اتفاق إيراني أمريكاني. يعني اليوم الأمريكان والإيرانية، مش هيك قلت لك هذا بيسموه الإيرانية هلأ الصبر الاستراتيجي، يعني أنه اليوم هن خلقوا أزرعة وصارت قوية هالأزرعة، عم تخلي أنه الأمريكان يضطروا يفوضون. هلأ إذا بيتنازلوا عن هالأزرعة بيصيروا ضعاف، فالحل هو أنه بيغضوا نظر ببعض الأمور، بيطولوا بالهم بعض الأمور. يعني كأنك عم بتقول أنه في اتفاق إيراني أمريكاني بعدم توسيع الجبهة أكثر مما تحتمل، يعني لأنه في قراءة تحليلية لو إيران بدها تفوت أكثر، وكنا شفنا حرب إقليمية شاملة تطال الجميع يعني، وبالتالي صحيح. إيران لا تريد أن تتوسع هذه الجبهة بنوعا ما من الاتفاق الإيراني الأمريكاني. هيدا سيناريو دقيق يعني؟ ما بعرف إذا يعني أنا برأيي حتتوسع الجبهة بعد أكتر، يعني بتتوسع أكتر، ولكن بتصير ضمن اتفاقية يعني هذه بعد ما يكونوا عملوا الاتفاقية. هلأ المفاوضات شغالة لأنه في عندك ناس بدك تطمنيهم من هون ومن هون. مزبوط. طب واللي قالوا أمين عام حزب الله يعني قلنا عنه بأول هذه الحلقة وكان لافت يعني مثل فتح باب للتفاوض، هل هذا الكلام أستاذ مصباح عن عبس أتى ولا لا؟ يمكن يملك أمين عام حزب الله ما يؤشر إلى أنه قد يكون الدبلوماسية يمكن تعمل شغلة ونكون على أبواب تسوية ما بعرف بحركة مفادين ستكون لافتة هالأسابيع المقبلة. امبارح جوزيف بوريل تأ حزب الله تحديدا وقال أمين عام حزب الله أنه هناك فرصة تاريخية لتحرير أراضينا. طيب في شيء بقراءتك ممكن يكون أنه فتح أفاق لتسوية ما قبل ما فوت على شو حيصير بال 17-01؟ شو معالم هذه التسوية؟ أكيد في مفاوضات بدها توصل على تسوية، وهذه التسوية بعتقد صارت منا كتير بعيدة، يعني خاصة أنه حملات طائرات الأمريكانية الكبيرة طلعت سحبت من المنطقة، سحبت من المنطقة. ففي شيء ماشي باتجاه تسوية. السؤال الكبير أنه إذا بالفعل مثل ما عم بيقول حزب الله، هذه بتكون ممتازة أنه في عنا فرصة تاريخية تنسترد كل الأراضي اللبنانية ونتفاوض معهم أنه كي على النقاط العالقة بتعرفيها بواحد وماشي. طبعا هلا 13 من البيوان. ايه من البيوان. بس يعني هيدي الهدف إذا كان وصلنا لهون بيكون تمام، أما إذا كان الهدف مثل ما بيقول حزب الله بالعادة إن إحنا بدنا نحرر القدس وبدنا نفوت على فلسطين المحتلة وإلى آخره، على ما يبدو تغيرت هيدي، ما عادت مطروحة بهالمرحلة. يمكن عم بيقولوا إنه نحن بدنا نضلنا قوية حتى نرجع نعمل حروبات مستقبلية. هلا بدك تشوفي لبنان اللي بده يركب بهالتسوية، هل سيبقى لبنان خاضع لسلاح لا يتملك أي قرار بحقه كدولة لبنانية؟ بس يتملك. لا أبداً. بلا دولة في تشريع لهذه المقاومة. هيدي من التشريع، هيدي قبول، هيدي أنا بسمي تحالف بين السلاح الغير شرعي والقوى السياسية يلي عندها مصالحها. قوى منتخبة من الشعب اللبناني. مزبوط. وهي تريد هيك وبالتالي شرعت هذا الأمر، ولكن القوى هي نفسها كانت بحملتها الانتخابية عم تنزل 14 إدارة ينزلوا ضد حزب الله. ولكن عمليا مثل ما قلتي كانوا عم بيوافقوا على البيانات الحكومية اللي بتعطي السلطة لحزب الله، يعني بيعطوا التلف المعطل لحزب الله. اليوم الإدارات اللبنانية كلها تحت سيطرة حزب الله. السيادين بيقولوا لك في احتلال إيراني، وعمليا في، ولكن الاحتلال الإيراني هو عبر هيمنة حزب الله على المؤسسات اللبنانية، منو بوجود جيش إيراني بلبنان، وما حدا عم بيتحرك بهالاتجاه. أستاذ مصباح، مين السياديين اليوم؟ يعني دائما هذا المصطلح السياديين، يعني هن مين اليوم سيادة أكثر؟ عم بستعمل المصطلحات يلي دارجة كتير منيح. اللي بالزمانات هيدا اللي كان دارج. طيب يعني عم بتقول اللي شرع كمان هذا الأمر، اللي كان ينتقد سلاح حزب الله وهيدا المحور الإيراني، ونسمع دائما أنه محور إيران ومحور الممانعة، تقصد يعني القوات اللبنانية شرعت هذا الأمر؟ المستقبل شرع كل 14 إذا طبعا شرعوا في شاركوا بالحكومات يلي عطت اللي عطته تفويض لحزب الله، البيان الوزاري
عم بيكونوا موجودين بالإدارات اللبنانية. كيف اليوم عم ينتقدوا كلهم يعني؟ نعم. كيف اليوم عم ينتقدوا هذا الأمر وهن شرعوا ووافقوا بالبيانات الحكومية؟ هلا هن كانوا يقولوا إنه هلا طبعا أنا ما كنت موافق، ومشان هيك أنا عندي كانت مشاكل مع الكل، لأنه بالآخر الواحد بده يعرف حاله وين رايح وين بده يوصل. فلما كانت عم تنعمل الأمور بهالطريقة كانوا أنه هلأ مرحليا ولكن متفقين مع الحزب، بعدين بيرجع بيزبط الوضع. ولكن ما زبط الوضع، بالعكس كل مينو حط إيده أكتر وأكتر على الدولة، وكل مينو يعني ليك الغلط اللي صار أنه من الأساس التيار الوطني الحر و14 إدارة اثنينتهم قبلوا أنه الوحيدين اللي بيمثلوا الشيعة هو حزب الله، حزب الله والثنائي يعني. أما ما بقى في حدا تاني بيمثل الشيعة، بس هن مش قالوا بالأرقام هيك بتقول آخر انتخابات يعني أثبت الشارع الشيعي أنه ممثله حزب الله وأمل بلغة الأرقام. وآخر انتخابات نزلوا ناس شيعة ضد حزب الله قوصوا عليهم وما حدا حكي، ولا حتى السياديين ولا حتى التغييريين. معناتها لما بتعمل انتخابات بهالطريقة، ليكي في القاضي أنطوان مسرة بال2018 أصر أنه ينشر مخالفة من 19 صفحة بالجريدة الرسمية، وبيستنتج انه بيشك بشرعية نتائج انتخابات 2018. اليوم انت لما بتسخري كل مؤسسات الدولة حتى تدعم اطراف وتحارب اطراف تانية، هذه ما عادت انتخابات. لما بيكون قدام عيون المؤسسات العسكرية اللبنانية بتجي سيارات محملة مصاري ويعطوا مصاري بيفوتوا بينتخبوا، هذه ما انتخابات. لما حدا بيترشح وبيتقوص عليه وما حدا بيحكي، هذه ما انتخابات شريفة، ما مشكلة. بس اللي بدي اقوله ما هو المال الانتخابي منه يعني، ما بس المال هو الانتخابي. انت بحملاتك ما استخدمت كمان هذه الانواع من المال أكيد الانتخابي؟ لا. من الرشاوى؟ اكيد لا. لا اكيد لا. انا لولا كنت عملت اي شيء منه كانت قامت الدنيا ما قعدت يعني اساسا. بس ما هون القصه اللي بدي اقولها، انه اللي عملوه قالوا نحن بنمثل الشيعة، وقالوا للباقيين كل واحد شوفوا تقاتلوا مع بعضكم مين بيمثل طائفته. طيب مين بيمثل لبنان اليوم؟ انا كمواطن لبناني لما شو شو ما كان يكون طائفتي، لما الدوله رئيس حكومه تصريف اعمال تاخذ ما بعدك يعني عم تقولي لي انت انه رئيس حكومه قال شو وين ساكنين انت؟ قال بهالنقطه تحديدا انه طيب كل النقاط عم بقولكم عم بيكون صريح. هو صريح مشان هيك عم بقول لك. فاذا انه ما في عندك دوله لبنانيه وما في عندك طرح لبناني اليوم. قبل ما اطلع فاصل بس بموضوع جبهه الجنوب، يقول رئيس حزب القوات اللبنانيه سمير جعجع انه فليسلم الجيش اللبناني وبنشوف شو بيقدر يعمل الجيش وبكون تنحل الامور كلها. بيقدر الجيش اللبناني يستلم صراحة هيك جبهة؟ الجيش اللبناني انعمل كل شيء تيقولوا انه جيش منو قادر. الجيش لازم يكون قادر، لازم بس قادر لازم يكون قادر. بالمفروض كان كل الدعم اللي عم بيغضوا النظر عنه كل القوى الخارجية عم بيوصل لحزب الله، كان لازم يوصل للجيش اللبناني. لو الجيش اللبناني بتدعميه بيقدر، أكيد بيقدر الجيش اللبناني يقوم بدوره، وبدك تفوضيه للجيش اللبناني. بس ما لا بتفوضيه ولا بتخلي له مجال أنه يقوى الجيش اللبناني، وبعدين منقول نحن بحاجة لمقاومة. مقاومة مشان شو؟ بدنا نعرف المقاومة مشان شو. بيقولوا لي بدنا نعمل شو اسمه هذه استراتيجية دفاع. وين استراتيجية دفاعية؟ ما نعمل شيء، ما نحكى شيء، بيقعدوا على طاولات حوار وبنطلع منها ما عارفين الوضع كيف والأمور، وبعدين ومنأجل وإلى آخره. هيدا اللي عم بيخلي إنه الدولة عم تضعف، ما بس على مستوى عسكري، على مستوى إداري وعلى مستوى إنمائي وعلى كل مستويات. يعني الناس صارت عم تترك لبنان وتطلع لبرا، ما بقى في حدا لبناني يهرب، عم بيهربوا من. طب بس بموضوع الاستراتيجية الدفاعية، أنت مقتنع أستاذ مصباح أنه إيه بس يقعدوا بيمشي الحال بينحل موضوع سلاح حزب الله؟ ولي جبلاط رئيس الحزب التقدم الاشتراكي سابقا بيطلع بيقول سلاح أكبر منا، وما بقى حدا يجي يفكر أنه هلأ يلا بدنا نشيل سلاح حزب الله. كلهم عندهم مصالح، وحزب الله بيدير باله على مصالحهم وبالمقابل بيخد منهم التغطية. يعني اليوم لما كانت السيترنات عم بتهرب المازوت، احنا رقم 20 مليار نحطه على دعم راح من 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 ايدي المواطنين اللبنانيين. اخذوا قرار مجلس وزراء حتى يحموا السيترنات، وهذا قرار مجلس وزراء وافقوا عليه الكل. ليه؟ لانه كل واحد عنده مصالحه، هيدا بده لباجات وهيدا بده ما بعرف شو وهيدا بده ما بعرف شو. بالمقابل بيغضوا النظر عن حزب الله، بيقول لك ما قادرين نعمل غير هيك. طيب اذا وصلنا لهون، هيدا ما وصلنا فرد مره، وصلنا تدريجيا. وهيدا ما هلا انا عم بحكي،
كل ما كان في مفرق غلط كنا نقول لهم يا عم انتبهوا، انتم عم تاخذوا الكوع الغلط، لازم تمشوا بهالاتجاه ما بالاتجاه، وتقوم من الدنيا وما تقعد تعفي بلبنان بيعملوها بطرق شخصيه وما شخصيه. لا، ما انا بالامور شخصيه، مثل ما قال جون عزيز اعطيناهم اعطونا الرئاسه واخذوا الجمهوريه. مين عطى بس مين عطى الرئاسه؟ لا، جون عزيز كان عم بيحكي على فريق محدد، عم برايي الكل. بس انه بالاخر هي تسويه كبيره صارت طبعاً. الفرقاء كلهم مشوا فيها، مش انه طرف. طبعا 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 طبعا. خلينا نطلع فصل ومن بعدها نكمل في ملفات الداخل. بدي احكي شوي عن شمال لبنان، عن زياره الوزير جبران باسيل، عن التمديد لقائد الجيش واللواء عماد عثمان. فصل ونواصل. عودة لحوار اليوم عن نائب السابق مصباح الأحدب. أكمل ما تبقى من هذه الحلقة، بدي فوت مباشرة إلى زيارة رئيس تيار الوطن الحر جبران باسيل لطرابلس ولمصباح الأحدب كمان من ضمن فعاليات المنطقة اللي التقاهن الوزير جبران باسيل. صراحة أستاذ مصباح، يعني تنقول الأمور مثل ما هي، يعني كان لافت هذه الزيارة تحديداً لإلك أنت، يعني بفهم لفيصل كرامي، بعتبر أنه من خط دائما في اتفاق مع فيصل كرامي، بفهم لفعالية أخرى، بس لمصباح الأحدب يعني كانت لافتة. شو خلفية هذه الزيارة؟ يعني وأنت كمان كنت من المرحبين، خليني أقول بهالزيارة بالوقت يلي كان لك مواقف كمان بالسابق ضد الوزير جبران باسيل، مواقف كبيرة واضحة تصل إلى حد أنه وصول جبران باسيل هو نهاية لبنان إلى رئاسة الجمهورية. أول شيء هالزيارة كيف قرأتها؟ أول شيء اللي قلنا له إياه للمعالي الوزير، قلنا له نحن مشكلتنا معك لما بتحكي بلبنان المشرقي المسيحي. قلت له نحن ما بنقبل يكون في دولة إسلامية، لأنه في عندك 18 طائفة بالبلد، ليه بدك يعني يقبل يكون بدولة مسيحية يكون مهمش؟ فطبعا هو عم بيقول أنه ما هيك وهيك وإلى آخره. يعني طبعا اليوم نحن منفتحين تنحكي مع الكل، والوزير جبران باسيل عنده حيثيته، ونحن حطينا ورانا الدم يلي كان موجود مع القوات اللبنانية ورحبنا فيهم لما أجوا على طرابلس. بقى شوية مواجهات سياسية بتنحط ورا، خاصة لما كان في بعض التصاريح اللي تعتبر طائفية وعنصرية، ونحن كنا نرد مثل ما قلتي، ما كنا نقصر، ما كنت تقصر يعني. أبدا ما كنت أقصر أبدا. بس اليوم المفروض بالسياسة يصير في حكي، يصير في تواصل، يصير في تلاقي، لا سيما أنه نحن موجودين بمنطقة هي آخر خط الدفاع عن التعددية اللبنانية، منطقة حساسة جدا، ومنطقة ما بس حساسة، اللي صار فيها صاير مفضوح ومسخرة. يعني لما تكون الدولة اللبنانية عم تشتغل لتطريف المنطقة، وبعدين هون ما عم بعطي رأي سياسي، مرة عملنا مؤتمر صحفي مع المحامي السيد محمد صبلوح، ورجينا كيف في بعض الأجهزة اللبنانية متورطة بالمجموعات الداعشية اللي عم بتكون موجودة، حتى يقولوا أنه هذه المنطقة بيئة حاضنة للتكفير فيبرر مين بده يقول أستاذ مصباح؟ نعم، مين بده يقول أو مين عم يشتغل لإظهار طرابلس كما ليست هي بواقع الحال؟ تقلك مين أساسا؟ أكيد منها هيك، لأنه أنت شفتي وقت الثورة إليف الناس نزلت على الشارع. نعم، كانت واضحة، والناس انتخبت التغيير رغم كل الضغوطات اللي صارت ورغم كل شيء إلى آخره. هذه سياسة بالمنطقة. نعم، بلشي من غزة. اليوم أنت بتعرفي أنه يلي أمنوا التمويل لحماس الإسرائيلية، ليش؟ حتى يضربوا السلطة الفلسطينية يلي هي معتدلة وتمثل أغلبية الفلسطينيين، تيقولوا أنه هدول جماعة متطرفين فمطلوب ضربهم. نعم. حمص راحت، حما راحت، حلب راحت، طرابلس من هالمدن يلي كمان مستهدفة. فاليوم السياسة تبع إيران بالمنطقة تكون جدا واضحين، هي يقولوا لك كنت انتبهوا انه في عندكم خطر لانه في بيئه حاضنه للتكفير. هيدي اهانه بحد ذاتها. كيف بيئه حاضنه للتكفير؟ انت عم تجي تقولي انت لانك من طائفه محدده صرت خطير، واذا واحد من طائفه الثانيه منه خطير، ما هيك الامور بتكون. بكل الطوائف في عندك الخطير والغير خطير. نعم. هيدي كيف تندار؟ تندار لما بيكون في دوله لبنانيه لقطه. فاذا هن سياستهم انه تضلك انت كمسيحيه خايفه، والدرزي خايف، والشيعي اللي منو معهم خايف، انه انتبهوا نحن اللي منخلصكم من داعش، ولانه الجيش اللبناني كمان ضعيف ومنو قادر، ما هيك؟ نعم. طيب
فإذن نحن منريد الجيش يكون قوي، منريد مؤسسات دولة تكون قوية وتحمينا كمواطنين. نحن ما بنقبل بقى أنه أنا مثلا نايب ثلاث دورات وأنصل فخري لفرنسا سابق، دولة ما بتحميني، بتحمي يلي أسماءهم تنذكر بالتحقيقات أنه كفروا الجيش ووزعوا السلاح. قبل ما أحكي على الدولة، بموضوع زيارة الوزير جبران باسيل قلت لي أنه وضعتوا موضوع الدم ورائكم موضوع القوات ورحبتوا، فكيف إذا مواجهات سياسية فقط مع جبران باسيل؟ نعم. وبالتالي منفتحون على الحديث مع الجميع. هذه الزيارة في أصفة بزيارة تأسيسية لمرحلة ما مقبلة ما بين آل الأحدب وتحديدا مصباح الأحدب والتيار الوطني الحر في طرابلس، أو لم تصل الأمور إلى هذا الحد؟ أنا بوصفها كباب مفتوح من قبل أهل طرابلس، ما عم نحكي آل الأحدب ولا مصباح الأحدب، من قبل أهل طرابلس لحدا جاي عم بيمد إيده هلأ اليوم لطرابلس. ليش لا؟ يا أهلا وسهلا فيه. نحن مشكلتنا اليوم أنه الدولة مهمشتنا. نعم. جبران باسيل عنده كتلة كبيرة، كنا نتمنى أنه حلفائنا يقدروا يوقفوا معنا بظروف محددة، ما وقفوا معنا لما حدا تاني عم بيمد إيده. ونتمنى إذا هالأمور تطورت وصار في مجال أنه ينمد الإيد، أنا بأكد لك أنه طرابلس ساعتها بترحب فيه لجبران باسيل. طرابلس اللي قبلت أنه القوات اللبنانية اللي متهمين بقتل رشيد كرام يكون نعم. عندهم نايب بطرابلس ما عندها مشكلة، ولكن هيدي المدينة عندها حقوقها. اليوم ما بيجوز أنه مدينة غنية يسكروا فيها كل شيء وتصير ضعيفة وتصير فقيرة وتندار البلد عبر مجموعات مسلحة هن أول ضحية عم بيورطون بيجوا بيحطون بالحبوسة. فاليوم لما جبران باسيل بيجي على طرابلس سيحكي بأمور إنمائية بطرابلس، نحن نتمنى نحكي معه. لما بيت الحريري بدهم يجوا على طرابلس سيحكوا بس بمراحل انتخابية أو بإدارة البلد عبر مجموعات مسلحة، نحن ما فينا نحكي معه. فالقصة ما أنا قصة أشخاص، قصة شو اللي عم ينحكى، شو اللي لازم ينبت وشو اللي لازم ينعمل. نحن منتمنى أنه يكون في مجال أنه يكون في صفحة جديدة تنفتح، وهذه الصفحة الجديدة طبعا بتأسس كتير. هلأ هذه الزيارة نحن منقدرها وحنرد له زيارة مع كل الملفات يلي المفروض نطرحها، وهذه تكون مطروحة على العلن يعني. ومنتمنى نحن ليكي برجع بقول لك منفتحين للحكي مع الكل. نعم. ليش حتى ما نحكي مع جبران باسيل؟ عنده حيثيته وعنده كتلة مهمة، وبعدين اللي بيحبوا ما بيحبوا بيعرف انه هيدا الزلمة انجز. شفنا شو عمل بالبترون، شفنا شو عمل بكتير من الامور، ولكن منتمنى انه نحصن الدولة اللبنانية، نحصن المواطن اللبناني شو ما كان يكون طائفته. طيب قلت لي كان يفترض بحلفائنا انه هن يحطوا ايدهم بطرابلس، عدم تهميش طرابلس اللي فعلا مهمشه. وطرابلس يعني انا من تجربه شخصيه اشتغلت بموضوع طرابلس بحفل، اكتشفت قد ايه طرابلس غنيه وطرابلس عندها طاقات هائله بشريه، يعني لا ينقصها الا اهتمام سياسي، اهتمام انمائي بهذه المدينه. من تقصد بحلفائكم اللي لم يمدوا اليد الى 14 اداره ابتداء من تيار المستقبل والقوات اللبنانيه يعني بقول لك ليه؟ لانه بالاخر اليوم لا تغزيني، وقتها قبل ما يصير الكارلتون، قبل ما يصير عفوا البريستول، كان في الكارلتون صح، وكان في بوقتها يعني وقفة من قبل القوات والعونية. أنا كنت نايب طرابلس. نعم. وقفت كنايب طرابلس لأنه كان في اضطهاد بحق ناس من القوات من العونية. نعم. من قبل السلطة. اليوم نفس المواد القانونية تستعمل للافتراء واضطهاد ناس من قلب طرابلس. طيب أنا بتفاجأ ليش اللي وقفنا معهم ما عم بيوقفوا معنا اليوم، خاصة لما اللي بيسموها بيئة حاضنة انتخبت نايب للقوات اللبنانية. طيب ليه ما عم بيوقف اليوم؟ ما بيقدر يقول لي أنا نايب طرابلس ماني شيء. بتحكي معهم أنا حكيت مع الكل وبحكي مع الكل. زرت رئيس حزب القوات قلت له ما بعرف تناقشت أنت ويا موضوع طرابلس، كان منفتح أو أنه شو جوه؟ ستي هن بيعتبروا أنه القصة أكبر منا. طيب إذا قصة أكبر منكم شو عند مين القصة يعني؟ بالآخر نحن اللي بدنا نبتها مع بعض، نحن ما فينا نبقى نقبل إنه الأمور تستمر بهالطريقة، ما فينا نقبل إنه بعكس الطبيعة تتحول طرابلس إلى داعش، اللي هي منا داعش، واضحة، أكيد. بس لما بيحاربونا لقلنا وبأول مجموعات يلي في عليها لون داعشي وبيرعوها وبيمولوها
من قبل الدولة اللبنانية معناتها في شيء ما نضيف عم بيصير، وما بس بيطال السني بلبنان، بيطال كل اللبنانيين. هذا آخر خط دفاع عن التعددية اللبنانية. يعني لا تغزيني إذا صارت طرابلس داعش، شو وضع البترون، شو وضع زغرتا، شو وضع المسيحيين اللي بيعكاروا بالكورة. بس هذا كلام خطير أنه هناك من يمول من دولة اللبنانية لطرابلس تبين وكأنه هي داعش أو لمجموعات إرهابية ما. يعني هذا اتهام صحيح. وانا مشان هيك عملنا مؤتمر، انا عملت مؤتمر صحفي مع محامي. اوكي، هيدا المحامي حكى الاستاذ محمد صبلوح واتهم اجهزه لبنانيه. بعطيكي مثال، هلا لما شاب بيختفي بيكون عند جهاز امني محدد، كان عند الامن العام، طمنوا اهله انه عند الامن العام عنده 19 سنه، بعد 10 ايام لقوه مقتول مع داعش بالعراق. ما حدا بيسأل هذا كيف وصل على العراق، كيف قطع الحدود السورية والحدود العراقية توصل على العراق. ما حدا بيطلب تحقيق. هيدي معناتها في شيء معتمد. لما بتلاقي انت انه في عندك استدراج عم بيصير مع حجج قانونية ومعطيات واضحة. قلت لك عملنا مؤتمر صحفي، مع اكثر من هيك شو بيقدر يعمل الواحد؟ نقدر نضلنا مطرحنا ونقول انه هيدا منه مقبول، بس بدك حدا يمد ايده بالمقابل. الأجهزة الأمنية، نعم، تقصد قوى الامن الداخلي، تقصد قوى الامن الداخلي اتهم الاستاذ محمد صبلوح، اتهم فرع المعلومات تبع قوى الامن الداخلي واتهم فرع المعلومات تبع الامن العام. يعني اليوم ليكي انا مبلوم العسكر، العسكري بالاخر شو بتعطيه تعليمات بينفذ، شو سياسه الدوله بيمشوا فيها. بس لما انت بتوقفي ضد سياسه خاطئه، ما شغلتهم انه هن يصير شغلتهم يسكتوكي حتى ما تحكي. فعم بيحطوا الناس بمواجهه مع الاجهزه. نحن بالاخر اي دوله بدك تديريها بدها اجهزه، بدها امن، بدها انه تنلقط الامور منيح، بس بدها انه تحمي اهل البلد. ما بيجوز انه مثلا بمناطق محدده، خذي البترون مثلا، نعم، بالبترون مطلوب من الدوله تحمي الممتلكات الخاصه والعامه والمؤسسات والى اخره. نحن عندنا مطلوب تحمي مجموعات مسلحه عم بتقوس على بعضها لانه هيدي حاميه السياسي الفلاني وهيدي حاميه السياسي الفلاني. طيب هيدي معناتها انت عم تضرب البلد كلها سوا، مزبوط ولا لا؟ خليني اقول لك مثل بسيط. نعم. في عندك اليوم إمكانية إنك تقدري تشغلي العالم بطرابلس. مثلا في عنا منطقة اقتصادية حرة، كل التشريعات تبعها خلصت وجاهزة، بدها 300,000 دولار تشتغل. هيدي يعني مربع جواته بتشتغلي بلا ضرائب، براته بضرائب. طيب هيدا إذا هلأ أخذوا قرار 160 مصنع بيفوتوا وبيفتحوا بقلبه، بيقولوا لك ما فينا لأنه بدنا نعمل منطقة اقتصادية حرة بجنوب ومنطقة بالبحر. يعملوا اللي بدكم، بلشوا بالتشريعات تبعها، بس هيدي التشريعات جاهزه، شو ناطرين حتى تمشوها؟ ممنوع. طيب يعني اليوم اللواء عثمان، ومثل ما بتقول الامن العام كمان، طبعا نحصر بلسانك، يعني هن اللي عم بيغطوا اللي عم بيصير بطرابلس. يا ستي انا برجع بقول لك في محامي حكى. ايه انا اليوم عم بسالك لإلك، وانا بما انه قاعد على الارض، نعم، وعم شوف الامور كيف عم بتصير، نعم، وعم نتحارب نحن كمعتدلين بطرابلس. يعني الدولة بتحاربنا كمعتدلين. لما اليوم الدولة بتقلك على مدى 4 سنين نحن ما بنعتبركم موجودين، ما عندكم صفة تمثيلية، مين اللي عنده صفة تمثيلية؟ اللي عم تعطوه شوية ترخص ليمشي مع بويريد، يعني مسخرة هيدي. فإذا مين قصدك، لواء أشرف ريفي؟ لا ما مين أصدق؟ دخيلك ما تفوتيني بالشخص. لا بس لا عم بسأل لأنه يعني من طرابلس الفعاليات، يعني اللي عم بحكي فعاليات طرابلس غايبين، لأنه بالآخر نحن عم نلوم هلا، بعدنا عم نلوم حلفائنا ب 14 ده، بس نواب طرابلس غايبين كمان بينلاموا كتير. يعني في عندك اليوم تغييريين، في عندك اليوم سياديين. تندم على انتخابك إيهاب مطر؟ نعم. تندم على انتخابك إيهاب مطر؟ إيهاب مطر خيب أمل كل العالم. يعني كنا بنتمنى نحن، أقول لك شو، أنا وقفت معه لأنه كانوا بوقتها، نعم، عاملين مونوبول أنه نحن التغييريين ونحن بنقرر مين تغييري ومين لا. لما ترشح إيهاب مطر قالوا له منك تغييري، قالوا له لا تغييري وجه جديد، وقلنا له مثلكم بدنا نشوف كل واحد قدامه صفحة بيضاء شو بيعمل بتتأيد عليها. يعني اليوم بعدنا عم نحكي التوريط أهل طرابلس بملفات وزجهم بالسجون وتعامل معهم بالمحاكم العسكرية بطريقة مهينة، نعم، هيدا ما حدا منهم بيسترجي يحكي عنه.
كل المرافق الانمائية اللي المفروض تشتغل ومعطلينا قصد كمان عاملين حالهم ما شايفينا. شو بدها طرابلس يعني انه يجي حدا يعطيه صندوق مساعدات لانه شحادين؟ احنا منا شحادين، عملوهم للعالم شحادين لانه ممنوع انه يشتغلوا. هيدي عالم حقها تشتغل وحقها تكون موجودة بمحلها وحقها انها تقدر تعيش بطريقة كريمة مثل غيرها، والدولة واجبة تحميها مثل ما بتحمي غيرها. يعني لما انتخبت إيهاب مطر فكرت انه تغييري، وتبين العكس بالممارسة؟ بالممارسة تبين انه مثل غيره يعني ما في شيء. انت وثقت بمكان ما بالتغيير، وثقت يمكن بالثوره اللي كانت منطلقه؟ لا انا اللي كان بدي اياه، لا ما وثقت بالثوره ابدا. ما كنت عم بتقول انه ستي ليكي التغييريين تقلك شغله. نعم. من اول الطريق كانوا يقولوا ما فينا نحكي مع مصباح الاحدب لانه مصباح الاحدب بالمنظومه، واستبين انه عم بيحكوا مع كباره ومع الريفي ومع الكل، معناتها التغيير تبع المنظومه هيدي. هلا انت بتفوتي على الانترنت بتحطي انت كاونتر ريفولوشن، الثوره المضاده، بيجيبوا لك حالات تابعه لالون، بتصير هي بتزيد عليكي وبيحطوها انه هي التغيير، بتوصل على المركز بيقعدوها معهم وبيرجعوا بيقولوا لك في احباط، هي الامور هيك ما بتتغير. ما مزبوط، الامور بتتغير. فطبعا ايهاب مطر يعني انا اللي بيهمني ما قصه ايهاب مطر او شيء، اليوم حتى اللي انتخبوا التنين اللي سموا حالهم تغييريين في 10 نواب اليوم. بس شو نتيجه طرابلس؟ في 8 نواب لطرابلس. لا انا عم بحكي بالتغيير تقريبا اول شيء الحاله التغييريه بلبنان من 13 على اصل من اصل 128. هن لما قبلوا بقواعد اللعبه بلا ما يعيدوا النظر بالخروقات اللي حكى عنها القاضي انطوان مسره، كانت معروفه النتيجه مسبقا. فلا شو الواحد بيفوت على الانتخابات؟ لا شو بدك تقبلي انه الحاله التغييريه بلبنان بس 13 من اصل 128؟ ما مزبوط. وبعدين لولا في حاله تغييريه اللي عم بحكي لك عنه بطرابلس، صحيح انه بطرابلس بس النايب المفروض يتابع بكل محلات. يعني انا انزعجت لما ناس ترشحت ضد حزب الله وتقوص علي وما حدا حكي، لان بالاخر هذا مواطن لبناني، انت بدك شريك، بدك تحطي ايدك بايده. الشيعة اول ناس بلبنان وقفوا مع البطرق سفير، كانوا يقولوا وقتها هيدا الطرح من وطني لان ما في سني. انا الوحيد اللي استجيت وقتها كنت سني. نعم. طيب اليوم وين هني؟ مين اللي ضربهم؟ مين اللي حطون على جنب؟ اللي حطون على جنب هني 14 إدار والتيار الوطني الحر. معلش الكل، لأنه عملوا ديل مع حزب الله كلهم، يا بطريقة مباشرة يا بطريقة غير مباشرة. طيب هلأ اليوم نحن شو بدنا باللي صار؟ هلأ اليوم من هلأ ورايح شو بدنا نعمل؟ اعتبري مثل ما عم بيقولوا بيتقسم البلد وفيدرالية وإلى آخره، ما فليكن، ما عندي مشكلة، بس بأي إطار عام؟ إذا أنت بكل منطقة في عندك مجموعات مسلحة بعد موجودة. نعم. يعني بكرة بيقولوا لك المسيحية قوصوا على المسلمين والمسلمين يعني أنت عم تعملي الوصفة تحت نضلنا عايشين بحروب أهلية غير متناهية. لا، هيدا كله لازم نتفق عليه. أنت بمنطقتك عيش مثل ما بدك، أنا بمنطقتي بعيش مثل ما بدي، بس بدنا نتفق عامة أنه هالأمور العسكرية هيدي لازم تكون الحصرية فقط بإيدين الجيش اللبناني والمؤسسات العسكرية اللبنانية. كل التغييريين أستاذ مصباح قبل ما نطلع الفصل الثاني، برأيك ما برهنوا عن أي موجة تغيير وطلعت موجة التغيير هي مثل وهم للرأي العام؟ هلأ هي يعني بيكي أنا كنت بالمجلس وبعرف شو بيقدر يعمل وشو ما بيقدر يعمل الواحد. أنت من الأساس بدك تحطي السقف اللي بتريديه. هني فاتوا أنه حيعالجوا الأمور من جوا، كيف تنتعالجوا من جوا يعني؟ بتغزيني سابقاً أيام نسيب لحود الله يرحمه. نعم. والحسيني كنا شي 13-14 واحد. نتيجتها شو صارت؟ نتيجتها طلعت ثورة الأرز. بس أنت ما فيك تقلبي الإدارة اللبنانية فوقاني تحتاني. طيب اليوم لما أنت بدك تفوتي بالمنظومة ذاتها بدك تطلعي بنتيجة أنه بالآخر في إحباط. هيدا الإحباط يعني استسلام. يعني برأيك فاتوا بالمنظومة، التغييريين دخلوا في المنظومة السياسية طبعا. كانوا يقولوا عني أنا بالمنظومة كنت نايب، هن النواب اليوم معناتها بالمنظومة. ليش اليوم مصباح الأحدب منه بمجلس النواب؟ من ممكن نرجع نشوفك؟ خلينا كل هذه الأسئلة ولكن بعد هذا الفصل الأخير في حوار اليوم. عودة للقسم الأخير من حوار اليوم معك أستاذ مصباح الأحدب، بس خليني قبل أنتقل إلى النائب قاسم هاشم عضو كتلة التنمية والتحرير لنعرف شوي كمان جو المفادين، وفي مقدمهم جوزيف بوريل. صباح الخير وأهلا وسهلا فيك. شكرا أستاذ مصباح ولمشاهدين الكرام.
يا اهلا وسهلا، بس اذا فينا شوي نعلي الصوت. استاذ قاسم، بدي ابلش من حركه المفادين باتجاه بيروت. كان في لقاء مع الرئيس بري لبوريل وايضا مع حزب الله، وهيدا امر كان لافت. هل هناك من رساله تحذيريه نقلها المسؤول الفرنسي الرفيع الى الرئيس بري؟ يعني شو فحوى هذه الزياره تحديدا فيما خص جبهه الجنوب؟ يعني زيارات اليوم واضح من خلال ثلاث شهور لليوم، زيارات المفادين الاوروبيين والامريكيين وغيرهم تتمحور حول الوضع على بالجنوب وعلى الحدود، لانه جل هم هؤلاء المفادين ودولهم هو كيفيه تامين الحمايه الافضل لهذا العدو الاسرائيلي لا اكثر ولا اقل في كل الاحوال، خاصه وانه هذا العدو رغم كل ما حصل خلال ثلاث اشهر حتى اليوم هو قلق من موضوع الجنوب والحدود الجنوبيه، وطبعا ما حصل بالامس اكبر دليل. بالتاكيد اليوم المفادين يطرحون افكار وافكار والاجوبه واضحه دولة الرئيس نبيل بري واعتقد عن كل المعنيين المسؤولين اللبنانيين. اذا اردتم فعلا الاستقرار في هذه المنطقة بشكل عام وعلى الحدود الجنوبية وتطمئنوا تطمئنوا فاذهبوا إلى هذا الكيان إلى هذا العدو واضغطوا لوقف إطلاق النار في غزة ووقف حرب الإبادة بحق الشعب الفلسطيني. البداية كانت غزة وفلسطين والنهاية تكون من هذه المنطقة. ألم يحمل رسالة تحذيرية أستاذ قاسم؟ لا ابدا، حتى الان لا رساله، ولكن طبعا اغلبيه المفادين حملوا رسائل كثيره، ولكن هذه الرسائل لن تقدم ولن تؤخر. الثوابت هي ولا يمكن الخضوع والخضوع اليوم امام بعض التهديد والتهويل لهذا العدو، ونحن نعرف تماما ما هي المناخات اليوم السائده على مستوى المنطقه والعالم. وطبعا اذا كان هؤلاء جادين فيما يحملونه اليوم فما عليهم السعي لتنفيذ القرارات الدوليه، واذا كان البعض ياخذ من قناه القرار 1701 فال 1701 لم يطبق منه حرف من جانب هذا العدو، والمجتمع الدولي يعرف ذلك والمنظمة الدولية تعرف تماما. نعم. ولبنان متمسك بالقرار 1701 يطرح هذا الأمر طبعا بين الحين والآخر ومن أكثرية المفادين، ولكن لبنان أجوبته تحدث فيما خص القرار وفيما خص كيفية تأمين الاستقرار في المنطقة. واضح، تحدث بالملف الرئاسي؟ حكي شيء عن لا ما عندك أجواء يعني. حكى بالملف لا بعتقد في اجواء حتى بعتقد ابدا يعني هذا الموضوع، موضوع الجنوب وموضوع ما يحصل في المنطقه هو الاساس فيما يطرح اليوم. هل يمكن القول ان كلام امين عام حزب الله بالحديث عن فرصه تاريخيه لتحرير الاراضي اللبنانيه هو مثل فتح باب للتفاوض انطلاقا من انه في بعض الاجواء الايجابيه التي قد يحملها هوكستين معه خلال الزياره المرتقبه لبيروت من بعد لقاء يحكى انه ممكن يصير مع نائب رئيس مجلس النواب ياس بوصعب؟ انتم بجو هذه الاجواء الايجابيه استاذ قاسم هاشم والرئيس بري بجوها بهذا الجو؟ يعني هذا ليس بالمستجد، انما افكار طرحت منذ فتره حتى قبل ثلاثه اشهر الماضيه ومع زياره قبل الاخيره لأوكستين الى لبنان، وكانت طبعا هنالك رؤى واضحه للبنان بان موضوع النقاط الخلافيه واضحه ليس من النقاط طبعا تحتاج الى اعاده تفاوض، هنالك 13 نقطه وبدءا من البي 1 وصولا الى مزارع شبعه خلال تفشوبة، فاي بحث سيكون من ضمن ضروره انسحاب العدو الاسرائيلي من كل هذا
المساحات المعروفة، ولبنان طبعا أبلغ هوكسلين وغيره حتى المفدين في الأيام الأخيرة والأسابيع الأخيرة رؤيته حول هذا الموضوع، وهذا حتى من ضمن 1701 أو خارجه، وفي أي بحث ورؤية ممكن أن تطرح في المستقبل القريب أو البعيد. إيه بس في خارق ما، يعني رؤية لبنان واضحة، بس في خارق ما هو اللي خلى هذا الكلام يصدر عن أمين عام حزب الله بفتح فرصة؟ ليست المرة الأولى، فدائما كان القول إذا كان من يريد أن يبحث في هذا الموضوع فطبعا النقاط التي يجب البحث فيها هي 1-2-3 بموضوع الانسحاب من كل شبر الأراضي اللبنانية المحتلة بدءا من البيوان، ودائما هذا الكلام يعني وما بينهما حتى مزارع الشبعة وتلال كفر الشوبة، وهذا ما قاله السيد حسن نصر الله وقاله دولة الرئيس نبيه بري منذ يومين كذلك الأمر وأكد عليه، وهذا ما ينقله دائما إلى كل المبعوثين. هذا يتوقف طبعا على جدية لدى المجتمع الدولي ولدى المنظمات الدولية لتطبيق القرارات الدولية و متى هذه الزيارة؟ تكريس العدالة. متى هذه الزيارة المحتملة؟ متى بجوكن هوكستين سيزور بيروت؟ لم تحدد بعد حتى اليوم هذه الزيارة قبل سفر السفيرة الأمريكية في خلال جولتها الوداعية أبلغت التاريخ المعنيين وأبلغت دولة الرئيس نبيه بري أنه سيكون في لبنان في النصف الثاني من هذا الشهر وقد يكون قبل ذلك. بالتأكيد طبعا كان المنتظر كما في بعض التحليل أن تكون زيارته بعد زيارته للكيان الصهيوني، يبدو أنه لم يوفق في الطروحات التي طرحها لأنه لن يحمل معه جديد بعد هذه الزيارة، ولذلك اقتصرت زيارته على يومين وعاد إلى الولايات المتحدة. نعم، طب بس بجوك سامعين عن لقاء محتمل جديد ما بين نائب رئيس مجلس النواب وهوكستين خارج الأراضي اللبنانية؟ يعني قد يكون، يعني هنالك علاقة خاصة وهنالك تواصل شبه دائم كان فيما بين الرجلين، فطبعا وقد يحصل ذلك في أي لحظة في أي شكل من أشكال التواصل فيما بينهم، وهذا ما كان في المرحلة السابقة وقد يكون في الأيام القادمة، لكن في كل الأحوال الأمر مرهون فيما قد يحمله من أفكار ممكن ترجمتها وليس إعادة طرحها من جديد، ويعرف الموقف اللبناني من كل ما طرح في المرحلة الأخيرة. ضيفي استاذ مصباح الاحدب كان عم بيقول انه يبدو انه شوي تراجع حزب الله او انه ما عم بيكون فيها الضربات المؤثره جدا باتجاه يعني اسرائيل، توافق هذا الراي انه في قراءات كثير استاذ قاسم هاشم انه يعني في تراجع للسقوف اللي كانت محطوطه؟ يعني لو كان الموضوع اشد قسوه من ذلك وطبعا لا سمعنا كلام مغاير كذلك الامر، في كل الاحوال هذا موضوع ميداني تفرضه الظروف وتطورات وهو حكما ما قد يكون بما تحمله التطورات الميدانيه، والقيادات الميدانيه اعتقد هي التي تفرض مثل هذه التطورات، ولكن في كل الأحوال كل المعنيين بالعمل الميداني والعمل المقاوم بمستويات السياسية والعسكرية كانوا واضحين أن ما يحكم حراك الميدان هو المصلحة الوطنية، أينما اقتضت المصلحة الوطنية سنكون جاهزين سواء في خلال التصعيد أو توسيع حركة الميدان أو فعالية أشد أو قساوة أعلى، طبعا هذا محكوم في كل الظروف مهما كانت المصلحة الوطنية، هذا ما قاله السيد حسن نصر الله في إطلالته الأخيرة كذلك. ختاما الملف الرئاسي مجمد، وماذا عن نوع الحراك اللي انحكى أن الرئيس بري رح يقوم فيه من بعد الأعياد؟ متى موعد هذا الحراك وهل مجمد حتى هذه الساعة الملف الرئاسي اللبناني؟
يعني طبعا هو قال، ونحن بعد ما زلنا في الايام الاولى، هو قال مع بدايه العام الجديد، نعم وطبعا قد يكون هنالك بعض الاتصالات، ولا علينا ان ننسى ان هنالك لجنه دبلوماسيه قد يكون لها حراك ما للمساعده، وفي كل الاحوال ما قاله دوله الرئيس سيكون مكان متابعه في المرحلة القادمة، والاستفادة دائما من كل أجواء إيجابية ومن كل ما يحيط بنا لإعادة تحريك ملف رئاسة الجمهورية بشكل يخدم إنهاء حالة الشغور للتفاهم على مخارج معينة لكيفية الوصول إلى رئاسة الجمهورية بأسرع وقت. إنهاء حال الشغور بات قريبا؟ بعتقد في مصلحة، والكل متيقن خطورة هذه نعم. المرحلة، وأصبح اليوم أكثر من أي وقت مضى وجود رئيس للجمهورية ضرورة وطنية لأكثر من سبب، ولإعادة طبعا تفعيل عمل المؤسسات لأن وجودها اليوم بشكل فاعل وجدي أصبح والرئيس المقبل أستاذ لنظام عاصم، الظروف. الرئيس المقبل هو قائد الجيش جوزيف عون. ما في اسم محدد على الإطلاق، وكل من يسبق ذلك فهو في غير المكان والزمن. هذا ما شكرا، ستحكمه الظروف والتطورات القادمة. شكرا على هذه المداخلة شكرا نائب لك. قاسم هاشم، شكرا لك. أكمل أنا وياك أستاذ مصباح الأحدب، خليني بلش مما انتهيت فيه مع نائب قاسم هاشم. الرئيس المقبل هو قائد الجيش؟ لا ما بتشوف إنه يعني التمديد بروفا؟ أول شيء بدك توصفي أي دولة بدك تعرفي أي رئيس بدك عليها، يعني لما بتجي بتقولي الرئيس سيكون فلان، شو بده يعمل فلان؟ أي دولة بدنا؟ بعدي عم بقول لك شو وضعنا نحن بالشمال، في طرح وطني؟ في؟ لهلا ما في طرح وطني، هيدي الأمور لما بتنحط ساعتها بينعرف الرئيس شو الدور اللي بده يقوم فيه، ولكن حاليا إذا بدها تضل الأمور ماشية مثل ما هي، يعني معناتها المصلحة الوطنية ليست مصلحة نراها نحن وطنية، كل واحد بيشوفها من زاويته. المصلحة الوطنية هي المصلحة التي تحمي مصالح كل اللبنانيين مهما كان انتمائهم. طب بموضوع التمديد للواء عثمان من ضمن التمديد لقائد الجيش، أنا كنت مع التمديد لقائد الجيش، بس ليش بصراحة مع تمديد لقائد الجيش وضد التمديد للواء قال لك عثمان؟ ليه؟ لأنه اليوم في عندك وضع حساس بالجنوب، وفي عندك معارك، في حرب قائمة، وهني زيتون قالوا لما بيكون في معركة ما بتغير الضباط، بس اللي صار انه صارت كأنه ستة وستة مكرر، انه بدنا نمدد لقائد الجيش لأنه ماروني، فبدنا نمدد للواء عثمان لأنه سني. هذه مسخرة أنا برأيي، لأنه بالآخر نحن بحاجة كمان لإعادة النظر بالأمور الداخلية، بس كل شيء جامد. هلأ التمديد عم بيفرض حاله لأنه ما في أي رؤية مستقبلية واضحة لبناء وطن. التمديد للواء عثمان مسخرة؟ الطريقة اللي صارت فيها أنه لما بتجي بتقولي بس لأنه والله فلان مسيحي وفلان ما نحط له ستة وستة مكرر، ما هيك بينبنى بلد. بس بالتمديد لقائد نحن الجيش أنا عندي ملاحظات، وقلت لك عملنا مؤتمر صحفي، وأنا أساسا ما في اتصال معهم نهائيا من 4 سنين، مقاطعيني يعني الدولة اللبنانية بيعتبروني ماني موجود. مين مقاطعك؟ رئيس من ميعاتي جملتهم ولواء عثمان كلهم مقاطعين. المؤسسات اللي تابعة للسياسيين، لا سيما المؤسسات العسكرية، الوحيدين اللي مؤخرا في شوية أخذ وعطي وشوي اخذوا عطي معهم هن مخابرات الجيش لا اكثر ولا اقل، الباقيين ما في اي اتصال. طيب الفكره هي انه نحن بدنا نضلنا محافظين على منظومات عسكريه شغلتها تحمي المافيات الحاكمه، ولا بدنا نرجع نبني مؤسسات دوله ونحمي المواطن اللبناني؟ في نماذج كثير مرتبه بمناطق محدده، في نماذج كثير سيئه بمناطق ثانيه، ما هيك بينبنى بلد. طب بأحدى التصريحات لك بتقول إنه الرئيس ميقاتي يعني كل اللي عم يعمله هو فقط تسويات للحفاظ على مصالحه هو الشخصية. صحيح. طب بس وين برهن الرئيس نجيب ميقاتي إنه عم يعمل بس فقط تسويات ومصالحه الشخصية، بالوقت يلي في طرف أطراف بيقولوا لك، صح في انتقادات من طرف معين، بس في أطراف تانيين بيقولوا إنه لا، الرئيس ميقاتي بهالأزمة إنه عم يشتغل، الحكومة عم تعمل تصريف أعمال بقدر المستطاع، وبيقولوا بيحل في حكومة لحتى هالبلد يكفي. تصوري انت انه طلع قرار مجلس الشورى الدولي
لإبطال بلدية طرابلس لبلدية طرابلس. لا الرئيس ميقاتي ولا وزير الداخلية اللي هو قاضي عم بيشتغلوا لتطبيقه، بعدهم عم بيشتغلوا فقط لمصالح خاصة. اليوم إذا بتجي بتطلعي بتشوفي وضع طرابلس، رئيس الحكومة اللي موجود من طرابلس، قصص اللي حكيناها هلأ ولمنا فيها حلفائنا ولمنا فيها الكل، طيب ما بتلومي فيها أنت رئيس حكومة من طرابلس، وزير داخلية من طرابلس؟ هيدا شو جاي عم بيعمل لك؟ لو عم بيشتغل مصلحة عامة ببلش من عنده. بس هل فتحتوا، هل تواصلت معه انه ابن طرابلس انت استاذ مصباح ورئيس مئاتي كمان ابن هيدي المدينة وبيعرف زوايا المدينة طرابلس؟ انا من زمان بعرفهم ومن زمان حكينا كثير معهم كلهم. ايه شو ما في تجاوب؟ ما بتوصلي لما ما بتوصلي على نتيجة ما في زوم كفي الواحد، معروفة يعني. اليوم الرئيس مئاتي اللي ثبتوا محله هو الرئيس ماكرون بصراحة. اتفاق رئيسي و اتفاق مرحلي انه والرئيس ميقاتي اليوم شغلته هو قال اساسا انت قلتيها من شوي انه شغلته انه خي القصه من عندي، بس مطلوب رئيس حكومه نبعته هون يقول هيك، نبعته هون يقول هيك. بس جيد. ما نجح باللي عم يعمله هلا، يعني عم يشتغل بالوقت اللي البلد ما في شيء ماشي فيه، حكومه تصريف اعمال تجتمع تاخذ القرارات. لما عم بتقولي البلد ما في شيء ماشي فيه، حكومه تصريف اعمال، الحكومه كيف ماشيه يعني؟ إذا البلد ما ماشي شو شغلتها للحكومة غير أنها تمشي البلد؟ إذا شتت الدنيا بيوقف البلد، في بلد بعد، في مؤسسات إدارية بعد، ما نك شايف العالم كيف عايشة؟ يعني في عندك مصاري موجود، في عندك ناس بتجيب مصاري من برا، في عندك ناس عم تطلع مصاري هون، بس في عندك بلد مضروب كله سوا، الأفق منه موجود، الشباب اللبناني كله عم يضب أغراضه ويطلع، كيف بدي اقول انه عم بيشتغل منيح؟ اي يعني انا ما بدي فوت باي شيء، بس اشرحي لي كيف حدا ممكن يبرر انه شغله منيح؟ واحد بيقول لك انا القصه ما انا عندي، ولكن اذا بدكم قول 1700 واحد بقولها، اذا بدكم روح لهون بروح لهون، اذا بدكم اعمل هيك بعمل هيك، معناتها مسلم البلد. لا 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 نعم، عم يخضع لاملاءات يعني الخارج أكيد واملاءات حزب الله يعني أكيد, أكيد, اكيد اكيد. اليوم الخارج عم بيفاوض الحزب بلبنان، ما في دوله لبنانيه، خلينا نكون صريحين. هيدا اللي مؤسف وهيدا اللي الواحد بيتمنى انه يتغير. بس طلع جيل وقال انه على اكثر من دوله حمل موقف لبنان انه لا، لبنان لا يريد توسيع الحرب، واذا بدكم روحوا اضغطوا على اسرائيل، يعني عم ينقل هذا الموقف. هيدا الكلام اللي عم بيقوله السيد حسن نصر الله، وقع حال كل اللبنانيين، كل اللبنانيين، نحن كلنا ما بدنا حرب، كلياتنا كنا بنتمنى انه ما يصير في حرب، ولكن الواقع هو انه منه هيدا نشاط والله بادر فيه الرئيس ميقاتي. شو ليه نائم على الرئيس ميقاتي؟ ماني نائم عليه، بس انت عم جربي تقولي لي بدي اقول له عم بيشتغل منيح، ما عم بيشتغل منيح. انا حقي لما واحد بيكون موقع مسؤوليه حمله مسؤوليه قد الموقع اللي هو موجود فيه، كيف بدي انا اقبل انه ماشي الحال؟ عم لك قاعد بطرابلس، انا معارك عم بتصير بالليل بين مجموعات مسلحه اللي هن اول ضحيه، لانه هولي هلا بيصورون بكره بيرجعوا بحطوهم بالسجن بيقولون انتم ارهابيين، والبلد عم تتضرر وما حدا بيحكي، وبدك ياني يقول انه ماشي الحال؟ طيب يعني معقوله انه ابن طرابلس يهمل مدينته؟ يعني معقوله هيدا اللي صاير؟ ما بس هو وغيره. اليوم كل الحكومات المتتاليه اللي اجت اخذت دارة البلد، فانا عملت لهم ولا رئيس سعد الحريري برايك عمل خدام او شو عمل او كان يعني رئيس حريري بيجي وقت الانتخابات وبيلموا البلد وبيرجعوا بيرعوا مجموعات مسلحة وبيفوتون على الحبس وبيطلعوهم من الحبس تيضلهم قاعدينهم على أعصابهم ويشغلوهم معهم، بيرعبوا العالم فيهم وبيرعبوهم هن منهم، هيك عم بيشتغلوا. بس الحريرية السياسية ما فادت مصباح الأحداب؟ ليش فادته لمصباح الأحداب؟ وين الحريرية السياسية؟ أول شيء تتعرفي أنا طلعت نايب قبل ما أتعرف على رفيق الحريري الله يرحمه، يعني ما هن استحلوني قالوا هيدا شاب مرتب بدنا نجيبه، بالعكس. ولما طلع لما صارت الثورة، عفوا لما صارت بعد ما توفى الرئيس الحريري، استشهد الرئيس الحريري، رحنا شفناهم قلنا لهم كانوا انتم عم تقولوا السوريين منعينكم تجوا على الشمال، تفضلوا حتى نشتغل بدنا نلم البلد. لا 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 بدنا الحقيقة. طيب من أقصى بعد عندي خليني بس فوق التمديد يعني خليني كمل لك ثاني بس الحقيقة حطينا مليارات على الحقيقة وما عملنا شيء، طلعت الحقيقة فاتوا شاركوا معهم بحكومات بلا ما يطالبوا توقيف يلي قتل الشهيد رفيق الحريري. كيف بدك تقولي انه انا هدول فيدونا؟ كيف فيدونا؟ وضع طرابلس كان شيء، لا بس طالبوا بتوقيف، لا طالبوا، نعم. طالب الرئيس سعد الحريري انه طالب بتوقيف وليش شارك بحكومات اذا ما ردوا عليه؟ سليم لا انه انا اذا كنت مطرحه وما بدكم توقفوه، نعم. وما بتنحط ببيان وزاري تبع الحكومه ما بشارك فيها. طيب من اقصى مصباح الاحدب عن الندوه البرلمانيه؟
اللي أقصى المنظومة كلها، لأنه أنا ما كنت موافق. يعني كلياتهم كانوا معتبرين. طيب ليه غيرك قدر يعمل نائب ومصباح الأحدى بما يملك من حيثية بطرابلس ما قدرت تتوفق بانتخابات؟ لأنه كل الدولة ضدك. لما بيكون في شخص بيجي لعندك بيروحوا بيعملوا له ملف وبيحطوه بالحبس وهن بيقدروا يشيلوه أو بيبعتوا له شوية مصاري يعني. أنت بس بعدنا موجودين وهن راحوا. منك قوي مثلهم؟ بلا. لو لمني قوي لو لمني قوي انا ما كنت بعدني موجود بطرابلس. يعني اشرف ريفي قوي بس عنده بعده حصانه وحمايه من الدوله اللبنانيه. من مين؟ انا من مين الدوله اللبنانيه؟ انا على متى من الرئيس مئاتي من طبعا بينسقوا كلهم مع بعضهم انا اليوم على مدى 4 سنين بطاقه ما اعطوني تحمي نفسي وبعدني موجود، معناتها انا قوي الحمد لله. أنا قوي بمحبة أهل طرابلس. بالختام أنت متواجد أصلاً بطرابلس دائماً وعم تشتغل يعني. بالختام ممكن هذه الزيارة للوزير جبران باسيل تأسس لتحالف بلدي نيابي؟ أنا بتمنى أنه توصل على نتيجة. نعم. لأنه هيدي فرصة ونحن بهالأيام لازم كلنا نحكي مع بعضنا. ما بيجوز يعني أنا هلأ أنت عم تقولي أنا بحكي مع الكل. أي. إذا مئاتي على هيدا يعني الكل مفروض ينحكى معه. الوزير باسيل مد ايده، نحن علينا نورجي شو المشاكل العائقه اللي هو بيعرفها ونشوف شو مدى التنسيق اللي ممكن نعمله مع بعض. اذا مد ايده لطرابلس باكد لك انه طرابلس بتحضنه مثل ما حضنت القوات اللبنانيه وما طلع في نتيجه، ليش لما تحضن العونيه اذا كان في نتيجه؟ بدي اشكرك، بيكون لنا اكيد لقاءات اخرى معك النائب السابق مصباح الاحدى. شكرا على هذه الحلقه. شكرا لك. شكرا مشاهدينا لحسن المتابعه والى اللقاء.